أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي عاد نوقع سبتهاي مع السند كسر دوالة واركا في النمي أعلن سيدة ميديا وفي النمي مدلاتة أخوذ بحساسي ناس وصعلا فضلاً نلاتشوك حوق حساسي باشا عالم كوصوفر قلي سيحي سدق المدقية قرقر أو هل أرين لقد البضي وكيلة باشا عالم كي صوماليا أيام مدحوينة قل مدق أحمد عبد كاري قرقر وحي كل الشيرين قد كزوم تاهي يقو كلا حدلي حالة أمني إيه كسو كرتي ديقا ندا ما ملك قل مدق حق أي ورباهين تكه شي كلان كاسي دح مري قرقر إيه حبناها باشا عالم كايا شي قيسا إن أرمها لقلا حدلي مدحوينة قل مدق أي كميد أهايين حالة كعسنان تاهي كجرت مقالة قرعيل سيقو تدير أيا لوغا حدلي قلوف كدقال إيه ما ملك قل مدق وقرشينا يو إنو كسو عيشدو قعان كوهين تا مقالة قرعيل عيل او مدى كده وبيلقى عن تايكو هايان ارك اهل سنة والجماعة الى وريديو قيب كا اها كلان كاسي ايا حقيجي ان حبناها بيش عالم كا اي قرقر كلا تاليين انو سميه وحكستا او لوغا باقسان كارو دقال كا دعاق المدى قار اهان مقالة قرع عيل اياغو كدقي إن هدي او دقال قرحو او سامين كو يلان دونو لنا عيان بادن او قيد سعود كا دورشوين كدل كا ايوغو هر ريسو سيدو كلا وكيلة باشا عالم كا ايام مدحوينها قلمودو كدل بادي انو دك دك او سو دمايستلو دورشرا حبناها اخل كساري سيلو بلاو تان قولها شعبك وحانها تان قلمودو كدمان لبا سنتر مقالة قرعيل اي قبل كا قل قدو دا يا وجهيسا قلوف دقال او ادو علوس وحينا وراركي او دن بيشيقيان إن دور جيها أيكا سوكولا لأيان عيدا مدق المدق يكوى الدولة فدرالكا سوما عليا إيه مقدشا لغا سو دابولي مدحوينة وقتي كدعي محمد عبدالله فرماجا يا عيدا ما آدو توبران سوسي يا مدحوينة أحمد عبدكاري قرقرسي أي قرعيل قعانتو قسو عليان بدكي كن نولا مقالة أيا او عرري نلك ميقا أحيا ديقان فوكسي أي اوغا بدبادان هردن كعلاذات ايو دحي اهل السنة ايو قلمودك مال مبادان ايا الله اسكو هرفا ديا افافك هرى اي مقالة ايو ديگان ندكو هرى ريسان بلسي حد وحا هيركي اوغو دنبيي مرايا في لشادة دقال كقرحة قرعيل ساعدا سو سعودا سيدا ورركي اوغو دنبيي اي شيقيا سيكستباها آتي بيش عالم كا ايا اوديك تي ان عيد مداسي اي دقال كو قادان قرعيل تاسن السبب تيد وحا قاديا مدحوينا وقتي كدعي محمد عبدالله فرماجو ايا ساحب كيس قرقر لنا عكلا مدحوينها جبلان احمد محمد اسلام احمد مدوبي ايا حالي سو ساري ليس كمشرحين تا افر تا كرسي اخل كسر اي كوهر سنيد مامول كيسا جبلان ايا اهيد مامول كي اوغو هرية اي قبط دورشد اخل كسر ها سيش ان كبادن لابا بلو دا ايا سبب ان لا قونو هايستين دورشد كراس تا كرا انتا كرينيد ليس كا سو ساري احمد مدوبي ايا لابا كميد اي كراس تا وحا سيگار اي لوغو حيري هاوين كهل تميد كلانا اي كو ترتميان هاوين اي رك مدنا رك كليا اي كو ترتميا افرت كرسي اي سيدا لو كلا ترتميا اي كلا اه كرسيغا شناد ليلا نوح ماح اي حريض محمد شيخ كرسيغا لحاد ابراهيم او قاب عثمان اي فرحيا معالين عبدي كرسيغا تضباد مريان فارح كدية اي زمزم محمد بشار كرسيغا سيديداد حسن داهر يرو اي علي محمد علي قدقة دورشادة جبلانا يالغو ودا ان اي سوشا عيان حلقة اي دعيسة دورشادة خلق سارة اياد او اي اوبادان تهي ان لقبت التضبات كان قده هيسا هدي دورشادة خلق سارة اي كسور نمات جبلان وحا هر اي كرية لبا كرسي او كهرسان مامولك قلمودود اي هو قامي احمد عبد كاري قرقر بيش عالم كا او دحاد اللي يالات قرقر اي او قد ديكتاي ان او دقال كو قادو اهل سنة والجماعة تاسي او خيل او قد ديگان كرو ان او دورشادة ديب او سي ديگو سي كستباها آتي حالة دقل مدوك ايا ادو كعسان وحانا لدون ايا ان او قرقر صور دم ايشترو لبدا اقل كسرا كادمان فضلاً دب او داور كيني هوري اي عالان سيدا ميديا حب حساسي الرئيس الوزار الروبلي او قرشا كالد دقي كدب مركي ودا شقين تي اي او قابيين مدحدا مامل قبلدي دالكا iyadoo ay san wali soo dhamaan doorashada xubnaha aqalka sare ayaa dhinaca kale wuxuu ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble isku dayay inuu furo qasnada doorashada xubnaha golaha shacabka maadaama lala kulmay dib u dhac aad u xoogan dhowr jeer ayuu ra'iisul wasaare roble weydiistay madaxda maamul goboleedida inay soo dhameystiraan doorashada xubnaha aqalka sare si loo bilaabo doorashada aqalka hoose laakiin cidna kama soo jawaabin baaqiisa waxaa maalmihii la soo dhaafay soo xoogaystay wararka la xiriira inay madaxda maamul goboleedida wada shaqayntii u gaabiyeen ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble oo ay danahooda kale ku mashquuleen isla markaasina ay meel iska dhigeen doorashada qaranka roble wuxuu hadda u muuqdaa inuu raadiyay waddo kale oo ku furi karo cutubka doorashada golaha shacabka
isagoo hadalka jeediyay kulan looga mahadcelinayay xubnihii dawladda ku matalayay kulankii maxkamadda adduunka ee Soomaaliya loogu xukumay badda Soomaaliya ayuu Roble sheegay inuu ballanqaad ka haysto ra'iisul wasaare ku xigeenka Mahdi Guule ee Qatar ballankaas oo ah inay asbuucaani diyaar garoobayaan kadibna ay asbuuca xiga bilaabi doonaan doorashada xubnaha aqalka federaalka Soomaaliya gaar ahaan qaybta reer Waqooyi ayaa lagu amaanay sidee u soo afjareen khilaafkii muddada u dhaxeeyay una qabteen doorashada aqalka sare dhammaan ay dhameystireen Roble awoodda doorashada ee qura ee uu ilaa iyo hadda haysto ama cidda uu maamulo iyo tala toos ahay ugu leeyahay waa reer Waqooyi doorashada aqalka hoose ee maamul goboleedyada ugama furno ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble wax aan baaq ahayn iyaguna uma muuqdaan kuwa diyaar u ah baaqa ra'iisul wasaaraha soomaaliya haddii ay dhab noqoto sida uu sheegay roble oo asbuuca dambe la bilaabo doorashada aqalka hoose ee reer waqooyiga waxaa halkaasi maamul goboleedyada qaar uga dhiman doono qorshihii ay ku doonayeen in wax laga bedelo heshiiskii 17-dii sebtembar gaar ahaan qodobka deegaan doorashada waxayna ka dhigan tahay inay doorashada toos u bilaabi doonaan inkastoo maamul goboleedyada aysan macno weyn u samayn doonin xubnaha reer waqooyiga ee muqdisho kuraastooda taalla haddana haddii lagu guuleysto in la bilaabo waa astaan muujin doonta in la galay jawi doorasho oo aan dib loo laaban karin balse la daahin karo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble wuxuu wajahayaa cadaadis caalami ah sidoo kalena waxaa cadaadiskan la mid ah wajahaya madaxda maamul goboleedyada dalka wuxuuna madaxweynaha wakhtigii ka dhacay farmaajo u hangaltaagayaa inuu mar kale helo awooddii maamulka doorashada haddii uu roble awoodi waayo inuu maamul goboleedyada ku qanciyo inay si deg deg ahay u qabtaan doorashada qaranka si kastaba ha ahaatee weerar culus ayuu qaaday ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble halka madaxweynaha wakhtigii ka dhacay in ka badan 8 bilood oo dhex fadhiya filo soomaaliya uu doonayo in uu lagu hakaga dhago isla markaasna lagu soo wareejiyo awoodda doorashada waxaan rabaa guud ahaan arrinta siyaasadda guud ee dalka iyo xaaladda doorashada inaan wax yar ka iftiiniyo soomaaliya sanadihii lasoo dhaafay saan horeba u sheegay dowladnimadeedu waxay ku dhisantahay qoryo suudiin iyo waxa la dhaha kugu san kugu san adiga kugu fiicantahay adiga kugu fiicantahay marka doorashadu ay socoto dadku waa wada cadow waa la dagaalamaya waxbaba isku hayaa laakiin markay arrintu dhammaato qof waliba waxa weeye sharciga bisadaha laga bisaduhu markay wax isku haystaan aad bay u qayliyaan way jiitamaan laakiin markay mid wixii qaadato mid wax ka daba hadlaya majmeele xuxuxuna sagashaasa kulisanaysa doorashadu waa noocaas waxa maanta ay dowladnimada soomaaliya ee maanta aan abuurayno ay ku socotaa waa doorashada iyo xilliga kala guurka marba inay doorashadu yaduseeda ku dhacdo waxaa la sii daraa doorashadii february 8-2017 inaan maanta marayno dhowr iyo 20-kii sebtembar 2020 oo ay dhaaftay maanta muddo sanad ku dhidho waxaad ogaataan xilli kasta oo ay doorashadu jiitanto amay wax dhici waayaan xaaladda amnigu waxay ku taagantay fara yaryar oo miskiina khatar kasta ayay galaysaa caqabad kasta ayaa ku imanaysa waxaan rabaa inaan caddayno mowqifka Jubbaland ee arrinta siyaasadda dalka ku saabsan inay tahay heshiisyadii iyo go'aamadii hore loo gaaray 7-daatankii may oktoobar 2020 ogos iyo shirarkii kalaba ee maamulka waddanka amni iyo doorashada lagu wareejiyay ra'iisul wasaaraha iyo guddiga heer federaal ee dowlad goboleedyada iyo dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah madaxdooda ra'iisul wasaaruhu uu hogaaminayo golahaasi uu ku matalaya hagitaanka siyaasadda dalka maalin cad bay ahayd markii xaaladdu intay adkaatay madaxweynaha halgaarsiinta ee waqtigiisu hadda dhamaaday maxaa abdullaahi farmaajo uu wareejiyay barnaamijkaas de sharciyada inay halkaasi ku waxaysan tahay waxaan ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha iyo golihii annagu aanu ka tirsanayn ee wadatashiga qaranku go'aamada uu gaaray ee isagu uu ku wajahay sida dowladnimada soomaaliya loo waday iyo doorashadu doorashadu ma soconaysa haddaan amniga iyo tiirarka kale iyada weeriya aan gacanta lagu qabanayn ra'iisul wasaaruhuna shaqo dhinaca la haysta dabada la haysta ma qaban karo haddii maalin labaad ay bilaabato arrintii shalay dhacday ilaahay inaga badbaadiyey badbaado qaran iyo ciidankii gadooday
مالين تدمبيد علي إذا ما حكمين دونتو بل قعنت كبح دونتو لكن وحانا سيدنا قفك يسو مالو عرقان هيسيني يسو عقوات دينا قيب كان لقال ينتو حيشوغ عركيا إيه مركا وحكا قبنين مالا باين ايو هشيسادي آنو قادني يكي بارلمان كمد حلوك وأخي يكون يد مركا لأسو دورا شغالا ما أنت ذلك كسر أنت وحاسكلا قلها فلنت الجالسين وقابل إلى جلوزار سيا وقت الجلوزار فلنجلوزار من دي تاب كيال الله يستو وحبا كما قبان كرمال لما جالسين كرأي أنا قلها أنو كتر سرين محبنا ملاحظة دولة قولها دولة قولها هناك دولة فضل عنك وحامل الجرزانة كل شقين اللي إنه هير جليه هشيسة ده قادني أو أسوينا دارشة سيكون على القاب كذا موقف ما دارشة سلين كرا هدي قبل الدنيا أو سركالة دهي أو عيدا كنا بسوي دكاتر سلين أو سيد دول ميرتي لري هري ولا شباب بعد الأولين والما نادري نقل كنا وصل ما هين أنا وهذا دل ما علت عن شغال هين فجلزاري وقوان كيقالي وانا محكمة الله دي رسيلة هلا يا رب دوال الله يهستو محمد ليس الضوار الشيء وقبل كاري حقا وتمسولية داسي مدى إكرامنا وحي الناس اللي قلنا قال يسا الظلم بلده اللي قيستيه صوابه تهينه كشفان طوب برنان قاعد اعتماده مدى انكالي يا كسابسا ان كيس كان سيدي يا الله قادنا هجلزاري تشابه وتهيسي قدرت الكيسة وحاولنا هجلزاري سعد الله مسؤولية أمدا يكونوا ديبتي أو كورا شقيني ناي شقال الله الله إنتال قواته ديار بانا وانا كوكا ربتاين ناي قفك اللي ترميين عدالة أمر هاي قبرنا اللي بانا كيس كذا محكمة دي لهين يعيدك وها قاب دارا شوك محمد قلتك من حلالة أو عقبته أو سيدة تروقته أو أنا نقولين دارا شوك من دي داب كيالا لايستو أو ليس لايستو يو حيلا تايلا تقوان عليك داب قادتو شخالا عليك نايسيه داب فرزو قالا هايسوية وحي عقبال يقوم اتما عدد عنك ولا تشانو وحي عدنا عبرت إلا فرية لشيسكو قادنا هلا فرية بداس عن الله ويبدا عيلا لانا وحي تايلا وان مد يلمي يصدح طولاهي وأنا أقول لك أنا أفضل لك وأنا أقول لك أنا أفضل لك مستقبل حوائي من السياسة وأفضل لك أنا أفضل 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 لك أنا أقواد أمارة مكسوين يسو في الوزارة الله بني أشخاص يسو إنت بقى جيدتك حالك كرادي ليسا النواضي ووانت كرادي ليسا أدبا لما هسيت إلى لكي أن نقول واحد رادي ليسا واحد ضرب لك ونباتك كان وعقواد كان وبرل إسكيبه لماذا ومشكلة داسا اللغطة من دب إلى وصول لغطة وحان آل الله هو بريئا إنه ندب له معلوم الحياة شر صومر عقلني عن صومر عقلني عن صومر وحي الله صوت وصوت قفك وضعك البنية سجوية ما أنت وحو قرانا يا شر ما شيء لكم الدنيا ما أنت ما شاء جوية لكن قف دمد كي أقولي كتلا أموالي سيدنا لدينا دولة دمد وطايا سيدنا لدينا مزور قاري ويكو عدد وحان إنه قب سوري لنا ما أنت عيد الأخوة والإنسان مجرد صاحب الله ملاحظة دولة عبدالله كانت دولة فضل هالك وحان لها أريد الدولة شوئك عينه قلو ويبن بادها مقاطه وأنت تجد الدولة شوئك وحيانها كحيانا عقب الله على السيادة انت هالسنة ما عندنا ما أخذك ولك الله إنه قوانك قاني سيد دولة شوئك حسن شقينا يلا سوينا فين شو بلانا وحنا ركين كوسو كوبيا
ورمينمدنا عن إلانه أو دورشة عن عن أهلها شقي أو دورشة عند كشقي ليس خصيصا أردين أو كان بين كفرة بدن يوحى بدن عندهم كبوه كتير دم بدن أو كلا لنا عن كشقي من نمدنا عن إلانه إسكو دوبلنا عن إلانه